الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها عليما حكيما سميعا غفورا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير نبي للخلق أرسله، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره بقوله عز من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات الفاضلات، فنحن في هذا اليوم في ذكرى الإسراء والمعراج، ذكرى رحلة نبينا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الغريبة العجيبة التي تكلم فيها الكثيرون، مع أنها ومضات سريعة في القرآن الكريم. وجميل أن نتذكر معاشر المسلمين كل محطات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن في هذه المناسبة مع كونها ليست موثقة من الناحية السيرية والتاريخية، يعني يوم 27 رجب اجتمعت الأمة على اعتباره يوم الإسراء والمعراج، ليس قريبا مثل 17 رمضان معركة بدر، تلك فيها توثيق تاريخي. 27 رجب يقول علماء التاريخ أنها ليست موثقة، ولكن اجتمعت الأمة على هذه الذكرى في هذه الأيام، فلا حرج للذكرى. وطبعا من أكبر الدروس في هذه المعجزة هي لقاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الأنبياء الآخرين، وخاصة أولي العزم من الرسل إخوانه نوح وإبراهيم وعيسى وموسى. وهذا نأخذه اليوم كدرس وكرسالة أيها الإخوة، وهي رسالة التعايش والتحابب والتعاضد والتضامن بين الناس جميعا، وخاصة بين أصحاب الأديان منهم، اعترافا متبادلا خاصة لنا في هذه البلاد. الذي نأخذه على أنفسنا، وكما تعودنا لا نحب إخوة الكرام أن نعيد ما تعرفوه أو ما نعرفه جميعا، نحاول في هذا المسجد المبارك وعلى هذا المنبر أن نأتي ولو بومضات ربما تكون جديدة للفكر العام وللنظرة العامة. فإذا أخذنا دراسة تاريخنا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فترى أنه غالبا ما يكون مقصورا، وتكون الدراسة محدودة بما نعرفه كتب السيرة. وكتب السيرة حتى كانت في العصور الأولى تسمى كتب المغازي أو المغازي والأنساب. فكثيرا ما إذا أخذت كتاب سيرة ما فترى حوالي 70 إلى 80
100% من الكتاب يتحدث عن السرايا وعن الغزوات، والقسم الآخر يتحدث عن الأنساب في أي قبيلة وفي أي مكان وفي أي وضع جغرافي وديمغرافي. وهذا كان أيام وضع هذه السير من ابن هشام وغيره رحمة الله عليهم جميعا مهما. وكان العرب يعرفون أنفسهم بالغزو وبالنسب ليفهموا تاريخهم. المشكلة عندنا اليوم إذا أخذنا هذا الموجود بين أيدينا كما هو نقع في مشكل، وهو أننا نبعد شئنا أم أبينا عن روح النبوة. لماذا؟ لأن روح النبوة هي التعامل، الأخلاق، التعامل مع الأزمات، الحياة العائلية، الاجتماعية، الاقتصادية. صعب أن تجد هذا تلقائيا في كتب السيرة القديمة. لذلك قام كثير من المعاصرين جزاهم الله خيرا وأعادوا كتابة هذه السيرة. ولا تفهموا إخوتي غلطا ما أقول بأننا ننتقد والعياذ بالله أصحاب السير الكبار، أبدا. هم فعلوا ما يستطيعوا لوقتهم وقاموا بما عليهم وجزاهم الله عنا ألف خير، ولولاهم لما تعلمنا شيئا أصلا ولا ما وصل لنا قسم من هذه الأمور. ولكن التحدي هو المراجعة، الإضافة، والأهم من ذلك الدروس المعينة. فهناك من حاول إعادة هذه السيرة، محاولة كتاب الرحيق المختوم الذي كتبه كاتب باكستاني بعد أن قامت المملكة السعودية بإجراء مسابقة من يكتب أفضل سيرة. شيء جميل أن يعرف المسؤولون في الدول الإسلامية وغيرها أهمية هذا الموضوع. مثلا الكاتب الأوروبي المسلم المعروف طارق رمضان كتب أيضا سيرة ننصح بها للشباب موجودة في جميع في اللغات إلا العربية والله أعلم، موجودة في الألماني والإنجليزي والفرنسي بشكل أكيد. العربي أعتقد أنها غير موجودة، ولكن يهم بالألماني من يتعلم. مثلا كتاب عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كتبه العلامة الكبير وحيد الدين خان. عندما أقول هذا الاسم غالبيتنا لا يعرفه، غالبيتنا لا يعرفه ولا يسمع به. هذا وحيد الدين خان هو حي يرزق اليوم عمره 90 سنة، من أكبر علماء الهند، وهو الثالث بعد أبو الحسن الندوي وأبو الأعلى المودودي ووحيد الدين خان. لا نعرفه، لماذا؟ لأن عنده أفكار تجديدية قوية إصلاحية. لم يبعث الله تلاميذ كافية لمتابعتها وترجمتها في اللغات الأخرى، فتجده معروفا في الهند وفي الباكستان. الهند على فكرة إخوتي تعتبر بعد إندونيسيا تقريبا أكبر دولة إسلامية بمعنى العدد. لذلك كان مثلا وحيد الدين خان وغيره كانوا وقتها من الناحية المبدئية ضد انقسام الباكستان وإعلان دولة إسلامية في الباكستان. قالوا نبقى دولة قوية، الهند كلها كبيرة، ونحن كمسلمين نقويها وتقوينا. للأسف من كثرة القطبية والحدية في التعامل انفصل وقتها الباكستان عن الهند. حتى الكاتب
النمساوي اليهودي الأصل المسلم المشهور المعروف محمد أسد كان أول من كتب ومن ساهم هو ومحمد إقبال الشاعر الباكستاني المشهور بكتاب الدستور الباكستاني. يعني هذا محمد أسد نمساوي ابن جدتكم من الناحية من ناحية حمل الجنسية كان نمساويا. ليوبولد فايس عائلة يهودية من الآن تعتبر أوكرانيا ولكن تابعة للإمبراطورية النمساوية الهنغارية وقتها. ابنه أسلم في العشرينات وكان صحفيا وبعدها كان من مؤسسي دولة باكستان ويقال أنه حامل أول جواز سفر باكستاني وأول من مثل الباكستان في هيئة الأمم المتحدة. في آخر أيامه قال يا ليتنا لم نقم بهذه الدولة. كان رأيه طبعا لا نقول الآن مرة أخرى إخوتي عندما نحلل التاريخ لا نلوم أحد. وقتها قاموا بكل ما يستطيعوا وأعطاهم الله كل عافية ولكن يمكن أن يكون درسا للمستقبل. هل الانفصال عن دولة عظمى أفضل أم البقاء بها كأقل خصوصياتها أفضل؟ هذا في دراسات سياسية اقتصادية اجتماعية جيوسياسية ديموغرافية ممكن أن يكون الجواب بهذا البلد كذا وبهذا البلد لا. الشكل العام يبدو والله أعلم إلى الآن أن القوة بالكبر وبالعظم إلى الآن وبنفس الوقت أن تحافظ على شخصيتك وأن يكون لك كلمة. عندما نقول لإخواننا الباكستانيين هناك من يندم يجيب ولهم الحق ولكن كنا نعامل أو نخشى أن نعامل كمواطنين درجة ثانية. لا ساعتها ننفصل. الأصل في الدول الوطنية المعاملة الكاملة الغير تمييزية لأي شخص للجميع نفس الحقوق والواجبات. هنا عودة لحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ودراسة سيرته. أن من جهة عندنا الغزوات والأنساب، الأنساب عند العرب. نعطي شاب كتاب مترجم للألمانية من حوالي 30 أو 40 سنة عن حياة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يقرأ أكثر من 10 صفحات منه. يقول ما لي شغل فيه؟ ماذا تريدني أن أتعلم؟ أن هذه السرية ذهبت إلى هذا المكان وهذا ذهب إلى هذا المكان وهذا كان ابن فلان وهذا كان ابن فلان ماذا تعلمت في الدين؟ فأتى وحيد الدين خان وكتب أيضا كتابا نسعى إن شاء الله إلى إقناع بعض دول النشر هنا لترجمته للغة الألمانية وبدأ بعض العرب يتذكروه ودعي مثلا قبل أسبوعين إلى مؤتمر أبو ظبي لتعزيز السلم في المجتمعات الإسلامية وحصل واستلم من العالم الكبير عبد الله بن بيا الأصل الموريتاني جائزة الإمام الحسن بن علي تذكيرا بالإمام الراشدي الخامس عليه السلام. والراشدي السادس هو عمر بن عبد العزيز نساه أحيانا للحسن فهو كان خليفة وكان مصلحا لذلك سمى الشيخ عبد الله بن بيا هذه الجائزة جائزة الإمام الحسن لنتذكره في هذه الأيام بالإصلاح وكم نحن بحاجة للإصلاح في أوقاتنا. اقترح وحيد الدين خان فأتى مع كبره في السن وأتوا معه تلامذته وأبناؤه وشهادة لله شهادة لله والله العظيم
لا أعرفهم تعرفت عليهم أول مرة، تحس الإخلاص والإيمان والتواضع يطر قطرا أبدا. تجلس مع الرجل تحس الحكمة تأتيك وكأنها هواء، سبحان الله. فجعل الله من هؤلاء العلماء نبراسا لنا نتعلم منهم. ومثلا كتابه العودة إلى السيرة يترجم ويقرأ إن شاء الله موجود باللغة الإنجليزية اليوم. القسم الثاني لحياة الحبيب المصطفى هي غالبا ما تكون بالمعجزات، فترى أيضا سواء في المولد في مولده والاحتفال به خير إن شاء الله. كثيرا من يأتي ويقول بدعة، ابتعدوا عن المولد أو الاحتفال بمولد النبي. نقول نعم، هناك بدع في الاحتفال قولا واحدا، وهناك بعض البدع في الأناشيد والأقوال قولا واحدا، وهناك كثير من البدع في التصرفات. أما من حيث المبدأ أن نتذكر حبيبنا المصطفى وأن ننشد وأن نحكي قصصه وأن نعطي الأطفال شيء من الحلويات أو غيره ونوزع على أهلنا بعض الأمور، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. إذا لم نحتفل به فبمن نحتفل؟ ولكن ترى فعلا سواء في الإسراء والمعراج سواء في الولادة كثير من القصص والأناشيد، الكثير منها الجميلة والتي يمكن أن تؤخذ من الناحية الأدبية جزء من تاريخنا، ولكن نبعد عن الناحية العقدية إذا كان فيها بدع. يعني حتى هذه التي موجود فيها بدع هي جزء من تاريخنا، من تاريخنا الأدبي، من كثر حبهم وولهم كتبوا هذا، جزاهم الله خيرا. نأخذ منه عقيدة؟ نقول لا، لا. هذا الالتباس الثاني. الالتباس الأول بالسياق، الالتباس الثاني بالقصص التي يبالغ فيها المحبون ظنا منهم أنها زيادة في الحب، ولكن ربما يتم فيها شيء من البعد عن الصواب. النقطة الثالثة التي يجب أن ينتبه عليها في دراسة حياة الحبيب المصطفى هي الأحاديث التي مقتصرة على وقت وزمان ومكان وقصة معينة. مثلا عندما يقول حبيب المصطفى لا يتم بعد الحلم، ما يعني لا يتم بعد الحلم؟ يعني نحن نعرف الذي يتوفى أبوه يموت نسميه يتيما للأطفال، نصف يتيم إذا كان الأب. ماتت الأم صار يتيما كاملا. لمتى يصير عمره 20-30-40 سنة يتيم؟ خلاص صرنا كلنا أيتام في عمر معين. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يتم بعد الحلم، عندما يحلم الولد. وهنا تعريف الحلم تدخل أيضا في الدراسات، لا نعتبره يتيما. طيب يأتيك، تأتي أنت أو أنا أو أي أخ منكم كافل لليتيم، عاد مثلا أخونا أحمد حميد هيئة الإغاثة الإنسانية أو غيره من الجمعيات، كفلت يتيم، جاءك الورقة السنوية جزاه الله خيرا، يبعث لك ورقة فيها صورته مكانه ورسالة منه من اليتيم ليكون توثيق لمين عم تدفع أنت. جميل جدا جدا أن تعرف أنت لمن تدفع ومن يستلم هذه النقود وأهلها. صار عمره 13 سنة، شو نقول له أخونا أحمد حميد حاجي ما عاد في مصاريف، لأنه لا يتم بعد الحلم أحلم الولد 14 سنة خلاص ما عاد في مصاريف، أعطونا واحد صغير
ونترك ال 14 سنة لأنه ما عاد يتيم، أنا كفالة أيتام. ساعتها نقول لا يا حبيبي، ليس هذا مقصد الشريعة أبدا، ليس هذا مقصد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. القصد في الحديث روحه عندما يستطيع الولد أن يكون مسؤولا عن نفسه، فلا تعتبره بعد ذلك يتيما. الحمد لله مشى الله أموره وكان قادرا. أما في أوقاتنا فطبعا بالعكس، بالعكس أهم عندما يكون عمره 14 سنة و 15 سنة. إذا وقفت عنه هذا المال ماذا يعني؟ يعني أن يصبح مجرما، سارقا، مخدرات، عذر، دعارة وغير ذلك. فأعوذ بالله أن نحمل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا الكلام. وروح الكلام هو نفسه الذي نقوله، اليتيم وأنا وإياه في الكفنتين، أنا والجنة وكافر اليتيم كهاتين، وغير ذلك ينطبق حتى لو صار عمر الولد 20 سنة، طالما هو لا يستطيع أو ما زال في مجال دراسته. حديث آخر، مثال سريع أيها الإخوة، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: من زرع أرضا، وهذا معنى الحديث لأنني لا أحفظه بحذافيره، لا يجوز أن تذكر حديثا إذا كنت لا تعرفه، وأعترف أنني لم أدرسه لهذه الخطبة، الآن خطر ببالي بسرعة، وهو فيما معناه أن من يأخذ أرضا فله ما تأتيه أو تأتي به من خيرات، أو له أن يبني عليها ويستغلها، متى ما بنى على الأرض تصبح لمن؟ تصبح له، زرعها فله خراجها، هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح فيما معنى الحديث كما قلت في عدم حفظ لنص الحديث الموثق، ولكنه موجود وصحيح. نأتي الآن، تأتي إلى دولة تقول هذا مكان فارغ، أو هنا في النمسا نذهب إلى الفينربالد نأخذ حجرين ثلاثة، نسكر أخونا الفاضل المهندس، أقول أنا أريد أن أزرع هنا شيئا آخر، أو أريد أن أبني، ماذا يحصل معه؟ شو بصير؟ تخرب بيتك الدولة، صحيح؟ لأنك دخلت في الممنوعات والمحظورات. كيف نطابق هذا مع الحديث إذا كنا نقول أن آراء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هي أيضا جزء من الحياة السياسية والمعيشية؟ نقول الحديث يقول أيها الإخوة أنك عليك الإنتاج، أن كل ما تستثمره وتقوم به على الدولة أن تدعمه وأن تكون معك في هذا العمل وأن تعطيك كل حقك مدام أنت الذي قمت بذلك. فهذا يعني أكبر من هذا المثال الأرض، أما بشكل عام فهو منادى ومناجاة أن استثمر واعمل وابني وازرع وسيأتيك الأجر، وعلى الدولة أن تجد الطريقة المناسبة المثلى لهذا الموضوع. وآخرا أيها الإخوة وننهي بهذا إن شاء الله، هو موضوع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وفكرة السلام والأمن الاجتماعي. أيضا إذا تحدثت بحوالي 70-80% عن الغزوات، وتحدثت 10% عن الرحمة والعائلة والأمن والسلام، كيف يكون الانطباع؟ يكون الانطباع أن هذا النبي كان يقول بعض الخطباء أيام يقول الضحوك القتال، قتال استغفر الله لا أقولها على منبر أبدا، أي قتال؟ لأنك
لأنك إذا قلت لها تصفه بصفة القتل وهو بريء منها لا يجوز. لذلك نقول حتى هذه يجب أن تعطى مجالها الكبير. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الله عز وجل قرن بين السلم كافة وضده الشيطان. تتبع خطوات الشيطان هو البعد عن السلم. فترى كثيرا من طبيعة أيها الإخوة نأخذ أحيانا دعاء. الحبيب المصطفى دعا مثلا على قبيلة مضر، كانت قبيلة بعد غزوة أحد من أشد المحاربين لحبيب المصطفى. تأتي هنا اليوم يأتي الخطباء ويدعو على اليهود والنصارى ليل نهار، رددهم اللهم جمد اقضي على اليهود والنصارى، جمد العروق في دماء، جمد الدماء في عروقهم. الحمد لله لست حافظوها تماما. يأتي غيرهم يقول ادعوا، هلا صار في مدير دعوة على العلوية وعلى الدروز وعلى الشيعة وعلى الرافضة وغير ذلك وعلى الخوارج وطردهم بالبوارج. أين هل هو دين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هذا الدعاء تكلم تقول ما مسيه لا يجوز. يأتي الجواب الحبيب المصطفى على مضى، أنت تنكر كفرت، يقطع رأس، يبعث من يغتالك. نقول يا جماعة افهموا، هذا ليس له علاقة بذلك. عندما تكون القرابة فوق رأسك ادعي ما تريد على من تريد، ولكن تأتي هنا وتقول جمد العروق الدماء في عروقهم، تذهب أنت لجارك تقول السلام عليكم صباح الخير غوتن ووركن بكيت، وقبل اليوم عم تقول جمد الدم في عروقهم. تصوروا لو 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 راهب مسيحي يقول هذا الكلام في كنيسة، ماذا نفعل له؟ والله لنقوم بألف أنساجة ونعمل ألف مشكلة ونعمل حتى مظاهرات عليه حتى يطرد من مكانه. ولكن المشكلة أننا نقولها دون أن ندري. مرة عتبنا على إمام أنه قال أستغفر الله، هو إماما في مكان آخر، أنه خال على اليهود جمد الدماء في عروقهم، ففي الخطبة الجاية قال اليهود والنصارى، زاد عليهم عوض التخريح. لماذا؟ لأن هذا الذي تعلمه. وترى أبحاث الدكتور وهبة الحزين الزحيلي الدكتور الشريعة السوري الشهير من أشهر علماء الأمة، الدكتور وهبة الزحيلي كتب كتابا عن هذا الموضوع يدافع فيه عن الإسلام والمسلمين وينتقد مثل هذا الأسلوب بالدعاء. أجابه البعض بصفحات لا يجوز، وأنتم دعوات التقارب، التقارب يعني نحن دعوات التقارب لا تفهموا شيء، لازم تدعو عليهم. دعيت عليهم تحسنت ما شاء الله أمورك، عم ندعي صرنا 200 سنة، هل تطورنا؟ هل وصلنا لشيء؟ هل تجمد الدم بعرق حدا؟ لم يحصل هذا. ادعي، اترك الناس. إذا أنت تريد أن تدعي تقول ذلك للدكتور وهبة، وبعدها يقول في آخرها وأرى هذا الكاتب الباحث الدكتور، لا أريد ذكر أسامي لكي لا يفهم أننا نتقرب على الأشخاص، لأنه فعلا هذا فكر أبدا لا أذكره لا هذا الشخص ولا غيره، حتى بالعكس أدافع عنه لأنه هذا الذي تعلمه، هذا الذي تعلمه منذ كان صغيرا. نحن كمان بصراحة لا نقول وصلنا للحكمة، كنا في الهوى سوا. فيقول بعد ذلك وأرى أن لا يدعى لهم
بالهداية في هذه الأيام. سبحان الله، حتى هذه ممنوعة. وأرى أن يدعى بإبادتهم. وشو هذه الأيام؟ وخاصة لنا نحن الذين نعيش مثلا في أكنافهم، والحمد لله مع كل حقوقنا وواجباتنا. فآخر الحديث إخوتي هو الانتباه على الدخول في شخصية الحبيب المصطفى، وخاصة في تعليم أطفالنا. وهذا ليس سهلا، مثل ما ذكرت كتاب طارق رمضان، لأنه في اللغة الألمانية، كتب لمراد هوفمان في اللغة الألمانية، هذه وجودها في بيت المسلم هنا تكاد حتى فرض، ليس سنة. ما بيصير، لا تستطيع أن تجيب، عليك أن يكون في بيتك أجوبة بلغة القوم، لأنك إذا لم تعطي ابنك هذه الفرصة سيذهب إلى أين؟ إلى الإنترنت. وحتى في اللغة الألمانية ترى خطاب الكردي والحقدي أقوى بكثير من الخطاب الذي نتكلم به هنا. نحاول أن نتفاعل مع اللغة الألمانية في هذا المجال، ولكن الطريق طويل إخوتي وأحبابي. جزاكم الله خيرا، ونحن على طريق رمضان. فذكرى في آخر هذه الخطبة بالتحضير لهذا الشهر الكريم. فبدأ رجب خلاص، والآن بعده شعبان، وسيأتي رمضان سريعا. فعسانا، والكلام لي قبل أن يكون لكم، أن نبدأ بالتحضير استقبالا لهذا الشهر، سواء بالصدقات، سواء بالكلام الطيب، سواء بالمراجعة، سواء بالتفكر، سواء بالتذكر. ولا يظنن أحد أن غفران الذنوب في رمضان كما نتعلمه أيضا في الحديث، غيره رحمة وأوسطه وله رحمة وأوسطه آخره عتق من الله وأوسطه مغفرة وله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، أن هذا في الجيبة أبدا أبدا. هذا يتقارن لعمل، هذه أحد مصاعبنا، أنا ظننا أنفسنا وصلنا والحمد لله خلصنا نصوم عتق من النار. لا، ما في عتق من النار أخي، استغفر الله، تكذب الحديثين، استغفر الله لا أكذب أبدا، حاشا لله. ولكن ليس أكيدا إذا لم يتقبل، فقط المتقبل، والمتقبل يحتاج إلى عمل، ويحتاج إلى تحضير، ويحتاج إلى مراجعة، ويحتاج إلى مراقبة، ويحتاج إلى تفكير، وإلى تذكر، وإلى خشوع، وإلى صدق، وإلى إخلاص. جزاكم الله خيرا، مبارك الله بكم، نسأل الله عز وجل في هذه الأيام المباركة أن يغفر ذنوبنا، وأن يرحم بلادنا، وأن يوقف سفك الدماء في بلاد المسلمين اليوم قبل غد إن شاء الله، ويعيننا على ذلك. أدعو الله في هذه السويعات، عسى الله أن يكون من مجيب الدعاء في هذه الأيام. فيما أمر، وانتهوا عما عنه نهى وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر، وحافظوا على الصلوات وحضور الجمع والجماعات، واعلموا أن الله تعالى أمرك بأمر عظيم بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه، حيث قال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا من لا يرجو ساريا ويا من لا يخيب العبد مسارعا يا من أمره بين الكاف والنون يا من إذا قضى أمرا قال له كن فيكون. اللهم إنا قد بسطنا إليك كف الضراعة سائلينك يا الله أن ترحمنا وترحم الناس أجمعين. اللهم إنا نسألك الخير كله ما علم منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في هذه الجمعة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا عافيته ولا سجينا إلا أحسنت فكاكه ولا حاجة لك بها رضا ولا بها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.